احنا بس كابتن عبد الناصر هروح لان معانا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق على التليفون. يا كابتن شريف صباح الخير يا فندم. صباح الخير ست الكل، ازيك؟ اهلا بحضرتك كابتن شريف، صباح الفل. ومباراه مهمه جدا بكره، وزي ما كنت بتكلم في بدايه الحلقه مع كابتن يعني عبد الناصر، هو يعني البعض قد يرى ان المباراه سهله، لكن في حقيقه الامر المباراه مش سهله ابدا. وبنتكلم برضو هذا الفريق هو فريق عنيد، انا بتحدث عن طلائع الجيش. خليني اعرف برضو من حضرتك كابتن شريف. والله اهلا بكابتن عبد الناصر، منور الدنيا. اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ احنا نعلي الصوت بس يا جماعه، هستاذنكم عشان انا مش سامعه كويس. اتفضل يا كابتن. اكيد مباراه مهمه بالنسبه للطرفين، يعني اول بدايه موسم جديد، في فكر لكل اجهزه فنيه موجوده، واللاعبين كمان عايزين يثبتوا، حتى اللاعبين الجداد اللي هم داخلين على النادي الاهلي، ان هم جادرين ببطوله، بطوله كبيره وحق مشروع لفرقه كابتن بسيوني، ان هو يفكر بكل الوجوه ان هو يكون دي اول بطوله، ان هيبقى يوم عيد بالنسبه لل طلائع، وبالنسبه للنادي الاهلي مين اللي هيتوج ومين اللي هنشوفه. انما هي مباراه مفتوحه. يا بص يا نهوان، دي الحاله البدنيه اللي هيقف عليها الفريقين بكره ان شاء الله هي اللي بتحدد شكل المباراه. يعني الجهاز الفني يعني بيتطلع لشكل الاحتفاظ بالكوره كتير، و محاولة التهديف المبكر، لو في فرقة هتلعب ديفينس تلعب على كونتر اتاك، ده حق مشروع بالنسبه للفكر، اي مدرب بيبقى موجود في مباراه زي دي. انما انا اعتقد ان دي مباراه بطوله، يمكن كابتن عبد الناصر يوافقني في الكلام ده او طبعا وجهه نظر، يعني ان من حق الشكل الفني دايما بكل مدير فني ان هو يدافع ان هو ياخد البطوله، يعني حكايه ان هو يدافع في الملعب يلعب على كونتر اتاك والكلام من ده، دي فوارق فنيه وفوارق امكانيات. بالنسبه للي كنت سامع كابتن ناصر بيتكلم عن التدعيمات الجديده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، اعتقد ان برضو الدفع بيهم من اول مباراه مش هيبقى يعني بالشكل الكامل، يعني احنا لازم يبقى عندنا دايما النادي الاهلي يمتاز بالاحتياطي او الدكه او ال 40 دقيقه الثانيه بتاعت المباراه. فمباراه الكؤوس دي خطيره جدا، يعني ما بتبقاش مضمونه ابدا، يعني غير ان اللعيبه نفسها والحاله البدنيه بتاعتهم بتكرر من اول ثلث ساعه، من اول 20 دقيقه في الملعب، ازاي انا ابقى صاحب السطوه صاحب الكلمه في الملعب، انا اللي بدير الامور كلها اتجاه مصلحتي، يعني ما بتكلمش عن النادي الاهلي بس، بتكلم على الفرقتين يعني. تمام. فانا بتمنى طبعا ان الحاله البدنيه لفرقه النادي الاهلي بكره يبقى اللعيبه عندهم الدافع الكبير قوي، وماليش دعوه بموضوع الدوري ده خالص، ان هم بكره يحتفظوا ببطوله جديده بالنسبه لهم وبالنسبه لجماهيرهم، وتبقى بدايه جيده بالنسبه للفريق وبالنسبه لنا احنا كلنا الحقيقه، وحق مشروع برضو زي ما بقول لك فرقه طلائع الجيش ان هي تكون موجوده في الملعب وانها تقدر تكسب برضو، يعني تحتفظ بالبطوله يعني. فانا بتمنى انها تبقى مباراه جيده، وبتمنى بقى كمان يعني نطعم بقى الملاعب هنا وانت بشويه جماهير كده صغيره في المباريات اللي جايه، يعني 1000 هنا و1000 هنا في المباريات بتاعت الدوري والمباريات بتاعت الكؤوس اللي جايه، عايزين نتعود زي الملاعب اللي احنا بنتفرج عليها الحقيقه، ملاعب من غير جماهير شكلها مش لطيف. طيب بالتوفيق من بكره باذن الله ان شاء الله ان شاء الله نشوف ماتش حلو، وبتمنى الخروج اليوم سليم باذن الله، يعني وبتمنى النادي الاهلي طبعا الاحتفاظ بالبطوله. شكرا ليك جدا كابتن شريف على هذه المداخله، شكرا لحضرتك.